يقول: الذي حبطت أعماله لكفره أو لشركه وكتارك الصلاة، يقول: هل ترجع أعماله بعد التوبة وتبدل سيئاته وحسنات؟ هذا في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول تبطل أعماله يبدأ من جديد بعدما يتوب، يبدأ من جديد أعماله السابقة بطلت في الردة يبدأ من جديد، ومنهم من يقول إذا تاب رجعت إليه أعماله، ويستدلون بقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يمت بهذا الشرط، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلق ذلك بالموت، فإذا تاب قبل الموت رجعت إليه أعماله. نعم.